نروح لموضوع تاني، مجموعة من الأخبار طبعا اللي حصلت امبارح. رئيس الوزراء وصل مدينة سان بطرسبرغ الروسية ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رصد جهود الدولة لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات. معنا كمان قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت ندوة تثقيفية في محافظة شمال سيناء، والأكاديمية العسكرية المصرية نظمت زيارة لعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. تفاصيل أكتر هنشوفها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار والأحداث حصلت امبارح، أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصل لمدينة سان بطرسبرغ الروسية ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وبيترأس مدبولي وفد مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وسبق للوفد أنه عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعقبها مؤتمر صحفي مشترك. امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء نشر على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جهود الدولة لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات خاصة من الدول العربية في ظل تفاقم الأزمات السياسية الإقليمية والدولية. ولفت المركز أن مصر بتتبع نهج مختلف وفريد عالمياً في التعامل مع قضايا اللاجئين على أراضيها، وأن مصر لا تسمح بإقامة مخيمات للاجئين على أراضيها، وده مقارنة بالدول الأخرى خصوصاً الواقعة بجانب مناطق الصراعات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية في محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحضور محافظ شمال سيناء وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وعدد من المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة سيناء. شهدت الندوة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة لدى قطاعات الشباب المختلفة من أبناء الشعب المصري العظيم. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت زيارة لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع نادي يونسكو بنات المستقبل، واللي بيجي في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة. دلوقتي مع جولتنا في المحافظات المصرية، ومعنا تركيب مشايات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتوصيل مجانا للشواطئ بمصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ. كمان بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بالمستشفى التخصصي في محافظة البحيرة. كمان بدء إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة في ملاوي في المنيا. أما مستشفى بئر العبد فاستقبلت 21 طبيب من 4 جامعات في محافظة شمال سيناء. محافظة سوهاج هي كمان ودعت أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء المناسك وسط فرحة كبيرة، وأخبار تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن مدينة بلطيم شهدت بدء تركيب وتنظيف مشايات الشواطئ الواصلة من الكورنيش للشاطئ، واللي بتساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول لها، وهيتم تركيب مشايات في كل الشواطئ تباعاً، بالإضافة لتجهيز مكان مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للاستمتاع بالشاطئ بكل سهولة. مديرية الصحة في محافظة البحيرة أكدت أنه تم البدء في تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال اللي بتعد من الوحدات الأوائل على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وزاد ترتيب سابق بالنسبة للجامعات، وفي إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيرة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز. كمان في محافظة المنيا تم البدء في إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملاوي جنوب المحافظة لتخفيف الضغط المروري وتقليل الزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية بالمدينة خاصة في أوقات الذروة، ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة.
مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء استقبلت 21 طبيب من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج للمرضى اللي بيترددوا على المستشفى من جميع أنحاء المحافظة. وشهدت محافظة سوهاج توديع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج السنة دي وسط فرحة كبيرة من الحجاج والمودعين، وتم التأكد من اتباع كل التعليمات المنظمة لمناسك الحج. وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر أكد أن نشاط القافلة الطبية التابعة لجامعة الأزهر الشريف بمدينة راس غارب شملت مجموعة من التخصصات من أساتذة جامعة الأزهر في تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن، البطنة وأمراض الكلى، الأطفال، النساء والتوليد، الرمد، العظام، بالإضافة لجراحة المخ والأعصاب. وأجرت القافلة الكشف الطبي على 1511 مواطن. مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بورسعيد أعلنت استعدادها استقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطن البسيط، وهيكون سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيه وسعر الدواجن البرازيلي المجمدة 102 جنيه. الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت مبادرة للتبرع بالدم في محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وانطلقت المبادرة تحت شعار نحن نعيش لأنك تعطي، تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، شارك الحياة. وده داخل منشآت فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء بهدف نشر الوعي والتحفيز على التبرع التطوعي والشرفي بالدم، لأنه الوسيلة الوحيدة لتوفير الدم الآمن. نجحت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ل 34245 سيدة ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اللي بتنفذها وزارة الصحة والسكان تحت شعار حقك تنظمي.